ودلوقتي يا جماعه مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الجوله 33 من الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فجامعة حلوان بتواصل تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، واللي بتهدف لتنمية القدرات والمهارات. وأغلب الدورات دي بتقام بنظام الأونلاين عبر أبليكيشن تايمز وزوم، وبيقام البعض منها حضورياً داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية. النهاردة هتعقد الرابطة الإفريقية لكرة السلة مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل بطولة التصفيات الإفريقية اللي هتقام بمصر في الفترة من 26 إبريل ولحد 5 مايو المقبل بمشاركة الأهلي. المؤتمر هيعقد في صالة حسن مصطفى بأكتوبر، حيث إقامة المباريات، وبيعقبه تدريب مفتوح للإعلام لمدة 15 دقيقة. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 33 من عمر المسابقة. هيلتقي وولفرهامبتون مع كريستال بالاس الساعة 8:30 بالليل، 9:15 هيلتقي أستون فيلا مع فولهام، ومباراة ليدز يونايتد مع ليستر سيتي هتكون الساعة 9 بالليل.